اهلا، السلام عليكم. معكم فريش مايند. نلعب النهارده ديك جرافيارد، معانا الفالكري ودارك برنس والبومبر، ثلاثه من احسن الكونترات للدريل. ودي تشكيله، بص يعني ايه، دفاع تلاقي، هجوم تلاقي، دريل تلاقي ان شاء الله. وكمان معاك معانا البربين باريل عشان برضه الدريل، يعني دي كتير بالكونتر الدريل بطريقه بص مش طبيعيه. يلا نخش ماتشات كده على طول على طول. طبعا انت تعملها فينا زي كل مرة في أول فيديو، نيجي كده بالتسلا عشان دايما بيرمي الهوج، يعني متفهمش ليه. نعمل فالكري كده كده، بريدكشن كويس مننا. بتاع كنت عملت، حاسس كنت عملت الميجا مينيون كان أحسن. مش عارف نرمي الجريفير، تستنى نشوف معايا، ممكن أعمل الجريفير شغال. بيلعب ماينر سايكل كده، كده كده حضرت ماينر سايكل، سبيد جوبلين، سكيلتون وتسلا. بص معاه التانك ايه، معاه فالكري ولا نايت ولا دارك برينس. مع دارك برينس يمكن عشان ميعملش التشارج بتاعه. ممكن نلعب كده لأنه حاسس إن هو ما ماشي معاه كمان. بيلعب تشكيلة فيها صاروخ، تشكيلة فيها صاروخ. خدنا دمج كويس، يرمي الماينر أعتقد، يعني أتوقع الماينر كده. نعمل كده كده، اتوقع السكيلر عشان لعب دارك بينس. ماشي كويس كويس، فالك كده على السبيد. لعب تسلا، سك كده دارك بينس هنا عشان ماينر، نعمل كده تشارج على الماينر كده. بومبر كده من ورا، خلنا دمج قوي من الناحية التانية كويس بالدارك برنس من كده كده كده. ماشي كده، فالكري كده، برنس كده. ماشي لما الروكت على الفالكري كده كده سايكل كده، برنس من هنا عشان ناوي يلعب الماينر. يعني نعمل كده كده كده، نضغط عليه كده بال فاير بول كده. برنس كده من ورا، فالكلين نضغطه، بومبر كده تسلا كده، دارك برنس كده كده كده، فاير بول جود جيم.
لعبة لا طلع حلوة، معرفش احنا خربطنا في الآخر. ماشي ماشي كويس، عايزين نلعب حد فيه بيلعب كده دجل يعني، يبقى أحسن لنا. نفتح على التشيست كده، نخش كمان واحد كلاسيك تشالنج. الله إلكترو جوينت معانا التسلا، الماتش ده بتاعنا إن شاء الله. نعم كده الدارك بينس منو نعم كده البربرين. فاربول ربما معاش يمس مسيتها، حسيت إنها مش صعبة كده. مع انفيرنو بومب ولايتنينج وكيج كده كده كده. طبعا الضغط بينس وحش قوي مني، لان دلوقتي هلعب جريفيلد هيبقى معايا هجمه مرتده كويسه. ده مش كويس كده، هو مصفر الإليكسير بتاعه. نعمل كده الدارك برنس، نرمي كده عشان هي الويتش هتعمل سوارن من البيجز. نعمل كده 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 ماشي من كده، نقفل الجسر، نلعب جريفر دي كده، بلاد بليون كده، نزل نموت الويتش كده. كده 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 نبعد كل الحاجة اللي بتأثر عن بعض عشان ما يعرفش يصطاد باللايتنينج. نعمل كده كده ديفيرت جايز الفاير بول للويتش أو لأي حاجة كده. يلا 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 كسبنا، عاش عاش عاش. احنا شايفين الديك الدفاعية الجدعان عاملة ازاي. نلعب ماتش كمان، نلعب لومينج، عايزين نلعب دريل يعني. سبحان الله احنا عملنا تشكيل عشان دريل، ما لعبناش ولا واحد دريل. احسن بداية تبقى بالبومبر يعني عشان تقول اكسل يعني. ماشي نلعب بومبا نلعب فالكري. فاير بول فاليو
اكسكيوجن زابز وي تورنيدو واخيرا البيكا نيجي من كده من ورا بس معاه اليكتو ولا معاه اليكتو فعلا يلعب كده الباربيرين كده كده ناخد دمجين كويس طبعا التونية دي يعني خليت الفالكري هتكلي الزابز اعتقد الماتش سهل الموجود الماتش سهل اكيد ميجا مينيون بومر تسلا سايكل دارك برينس من ورا كده فاير بول بص الدفاع بتاعها كويس اوي حتى ضد الجريفر مع انك ما عندكش يعني ايه كونتر يعني زي مثلا الويتش البويزن لا انت ما عندك الفالكري حاجات بسيطة يعني لكن دفاعها بيبقى كويس كمان هي تشيب سايكل يعني تسلا كده نرجع البيكا ورا كده فاير بول كده فالكري كده معاه فريز خلي بالك نستنى نجمة فريز ونجمة بعد الدارك برينس بس الماتش خلص جود جيم جود جيم جود جيم ايزي ماتش يعني كان ايزي سهل كنت انت كاونتر يعني انا معترف ان انا كنت كاونتر عاش فش الماتش اللي لعبناه بالتشكيلة ديت يا جدعان التشكيلة دي جامدة جدا التشكيلة دي جامدة من اكتر التشكيلات اللي بتكونتر البارل احنا بس حظنا ما لعبناش بارل خالص كنت عايز اوريكو بس حتى بان في الجريفيرد انت الجريفيرد معاك كده دارك برينس والبومر والفالكري التلاتة سبلاش دامج فمش مبينين ان الجريفيرد حتى بتاخد دامج ومعاك الفاير بول اي مازر ويتش والباربيريان ضغط ابدأ بالماتش فاير بول باربيريان باد تموت الويزرد ايس ويزرد معلش ايس ويزرد بيموت بس من فاير بول الويزرد العادي الويتش الميجا مينيون فلاينج مشين الحاجات اللي هي اي دي بي اس عالي بالون ومعاك التسلا فيعني التشكيله شايفها من اجمل التشكيلات يعني موجوده دلوقتي بيلعب فيها معظم الناس توب لان الناس عارفه دلوقتي ان كل الناس بتلعب تريل فبس كده ننهي الفيديو لو عجبك الفيديو تنسى الاشتراك واللايك ان شاء الله كل يوم تشكيله جديده وان شاء الله كل كنت المفروض النهارده اعمل رفع كوس بس حاسس ان انتوا زهقتوا من التشكيله بتاعت فايبر كنت المفروض اعمل كده بس يعني تمام يعني هو النهارده اخر يوم في السيزون يلا سلام.